مكان مساء الخير حبايب قلبي، رجعت لكم فيديو جديد. اليوم تغطيتنا حلوة طبعا من محطة امبولموم، وهذا الامبريان والامبورتو ذني. طبعا هاي المحطة خلف محطة اسوك، يعني هم قريبة على المنطقة العربية، ومكان بمراكز تجارية اثنين حلوة، كلش كلش راقي. فابقوا وياي خل نغطيكم هاي التغطية الجميلة. تحياتنا، ان شاء الله تغطية اثنين لإعجابكم. تحياتنا اخوان، هذا امبوتيا وهذا امبوريان، هذا من هاي الجهة الثانية. طبعا شوفوا اخوان، تغطيتنا راح تكون الاولى من هنا نبدي بيها. اول مرة نشوفكم هاي من برا. لاحظوا هاي محطة البي تي اس توملو. رؤية كاملة عن المكان. وبعدين نروح نتحول على هذا البر. هاي خلف اسوق طبعا، هاي اهم مناطق قريبة على المنطقة العربية، مو بعيد هذا المكان صراحة. لاحظوا قطارنا بي تي اس، هاي محطة واحدة توصلنا هنا، يعني ما يبعد هو عنا، انا مو بعيد. امبوريوم هذا كان مغلق سابقا اذا تذكرون، من صورناه بوقت الكوفيد. امبوريان ندخل امبوريان. طبعا هذه ماركات عالميه ومكان جدا جدا حلو. مكان حلو. ساعات العطور كلش طيبة. تحياتنا اخواني، جولتنا مستمرة في هذا الامبوريوم. لاحظوا ايش قد جميل.
امبوريوم. هاي الملابس الموجودة هنا قسم نسائي طبعا. مكان كلش حلو. هاي نفس الأحجار الكريمة إن شاء الله. أهلا أخوان، تحياتنا لكل الأخوة المشتركين، إن شاء الله مستمرين معكم جولاتنا. ماركة حلوة كلش حلوة. تحياتنا اخواني، حاليا احنا بنفس المركز الطابق الثاني سبورت مول. هاي شركات نايك اديداس، شركة اديداس الاوريجينال هنا. بوما، اديداس، ازيك، نايك، هوكا، فيلا، اندر ارمر موجودة هنا. تخفيض عندهم هنا اليوم 60%. شركة سكيتشر، ها هذا كله الطابق الثاني. ماركة فرنسية طبعا كلش راقية هاي.
حياتنا حبايب قلبي جولتنا مستمرة وما شاء الله الملابس الحلوة هاي هاي اسعار حلوة 290 هاي الماركة تايلاندية اعتقد ايه تحياتنا اخوالي جولتنا مستمرة وحاليا صاعدين على سبورت مول هذا موجود بالامبريوم هم مكان كلش حلو ابقوا وياي اخواني مراكز تجارية تستحق الزيارة يعني انا انصح بزيارة هاي المراكز مراكز تستحق التسوق وكلش كلش حلوة صراحة فابقوا ويانا ان شاء الله راح نغطيكم المركز الثاني بهاي المنطقة وننصح بزيارة هاي المراكز تحياتي تحياتنا اخواني نروح نتحول على
سنتر الثاني. From Korean وداعا. خلينا على مود الأمطار حبايب قلبي. محطة بي تي اس بينك وبيننا أنا محطتين، محطة واحدة عفو، ما تنزل بأسوق تنزل بهاي توم لو. هاي المركزين، هذا البوابة هاي اللي على اليمين مع المركز اللي كنا بيه أمبريوم، وهاي البوابة الثانية. تحياتنا لكم. تحياتنا لأن موسيقى يطلع عليها مطالبة. أول ما ندخل شركة هاي شركة العطور شانيل. أول ما تدخل هاي شركة شانيل على إيدك اليمين. برادة راح هواي قلبي على المركز الثاني. هاي هم كل ماركات. حياتنا اخوان، جولتنا مستمرة في هذا المكان الجميل والمركز الجميل صراحة. هذا سوبر بيرسون يفيدنا، يفيد جماعة الدايت صراحة. اللي دايت هذا يفيد. جولة مستمرة حبايب قلبي في هذه المراكز صراحة رائعة جدا. جميلة جدا، لاحظوا الديزاين هاي الأماكن كلش راقي. هاي الماركات العالمية، هاي السيك. Thank you.
مكان جميل. تحياتنا حبايب قلبي، يبقوا ويانا وانا متحول وياكم فوق الطابق الثالث، ومكان صراحة اكثر من رائع. تحياتنا، ابقوا معنا، جولة مستمرة. هاي ماركت اتش ام. ام اتش ام، انا وين رحت؟ ما حد دخل على طول. شوف يابانيين دول مرتبين بالله. هذا لحظة، الممرات من بين المراكز. ادوار العاصمة من الخارج. كوفي جدا راقي.
هاي وكالة اديداس اوريجينال. حياك نخوان. منزل الطابق الرئيسي. تحياتنا حبايب قلبي، الى هنا وصلنا لنهاية هذه الجولة، واتمنى انه تزورون هاي المراكز التجارية، انصح بزيارتها وتستخدم القطار البي تي اس من هنا الى هنا فقط محطة واحدة، يعني اسوق ما تنزل بها تنزل بتوملو المحطة الثانية. تحياتي، يدعمونا باللايك. وهاي المنطقة بصراحة منطقة السكونفيت غنية عن التعريف، يعني بس احنا ننصح بالناس اللي تجي وان ننورهم على هيك اماكن تستحق الزيارة. تحياتي، شوفوا الحلقة القادمة، ادعمونا باللايك، واللي ما مشترك يشترك ويفعل الجرس. مع السلامة.